السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. ممكن ثلاثة لاعبين يكونوا نجوم المنتخب الأولمبي غدا إن شاء الله أمام المنتخب المصري. هيا بنا نتعرف عن ثلاثة لاعبين ممكن يكونوا نجوم المنتخب الأولمبي المغربي أمام المنتخب المصري غدا في لقاء مصر بطبيعة الحال. إذا ممكن غدا ثلاثة لاعبين يكونوا نجوم المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال أمام المنتخب المصري بدون أي نقطة شك. نتعرف على ثلاثة عناصر. نبدأ بأول عنصر بطبيعة الحال، ثاني عنصر، ثالث عنصر. نبدأ بأول واحد اللي هو اللاعب أسامة العزوز، لاعب نادي بولونيا الإيطالي، شارك مع المنتخب الأول في كأس أمم إفريقيا، 23 سنة، من العناصر الرائعة اللي ممكن تكون داخل المنتخب الوطني المغربي، من العناصر الرائعة لا جدال ولا نقاش في ذلك. بطبيعة الحال في عند أمير ريشاريسون، لاعب ريمس الفرنسي اللي يبقى من العناصر الجيدة، لا نقاش في ذلك. أمير ريشاريسون عنصر جيد، شارك مع المنتخب الأول في كأس إفريقيا بحاله بحال العزوزي، حتى العزوزي شارك مع المنتخب الأول في كأس إفريقيا. نمشيو لسفيان الرحيم، لاعب نادي العين الإماراتي، كذلك من العناصر اللي يقدر يكون جد مؤثر داخل هذا اللقاء ديال المنتخب المصري، ويكون كذلك من نجوم ديال المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال. هادشي اللي كاين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء وإلى فيديو آخر.